تنضم إلينا الآن من بيروت ماري سالم المحلل المالية في الشرق الأخبار. أهلا وسهلا بك ماري. يعني نريد أن نقف مع مشاهدينا عند أبرز القطاعات وأفضلها أداء في عام 2023. نعرج بعدها أنا وأنت لي يمكن أبرز خمس أسهم أداء أيضا في العام نفسه. نبدأ بالقطاعات. مساء الخير محمد ويعطيك ألف عافية. يعني ملفت هو أداء السوق السعودي مؤخرا بالفترة الحالية والارتفاعات اللي عم نشوفها على القطاعات كافة، ولكن إذا بدنا نيجي نفصل الأداء تبع القطاعات حنلاقي إنه الأكثر ارتفاعا فيها منا ضمن القطاعات يلي هي تعد الأساسية أو الأكبر وزنا على المؤشر، كرمال هيك ما بنشوف هذه الارتفاعات الكثير قوية. في عنا قطاع السلع الرأسمالية ارتفاعاتها وصلت ل 73% منذ بداية العام. بيجي كمان في عنا قطاع السوفت وير والخدمات التكنولوجيه ارتفاعاتها بحدود ال 76%، في عنا ارتفاعات على قطاع الادويه ب 54%، قطاع التامين 58%، يعني كلها نسب اذا بدنا نجي نفصلها محمد نسب عاليه جدا، فبنشوف نحن هذه النسب العاليه وحتى انه التراجعات منا بنفس الزخم. يعني اذا بنطلع على القطاعات يمكن اكبر قطاع تراجعا هو قطاع اداره القطاع العقاري، إدارة العقارات ب 30% منذ بداية العام، يعني منا النسبة بتضاهي نسب الارتفاعات، ولكن كأوزان بقلب السوق هي اللي بتحدد قديش نسبة الارتفاع تبع السوق اللي هي بس محصورة حاليا بحدود ال 10% أو بمحيط ال 10% تنكون أوضح. هلا فيما يتعلق بأداء الشركات، شركات ملفت جدا اذا بدنا نيجي نفصل 200 واكثر من 200 شركه بقلب السوق، بس الملفت فيها هي انه في اكثر من 10 شركات ارتفاعاتها منذ بدايه العام لليوم تخطت ال 100%، يعني حتى في عندنا شركات ثلاث شركات تقريبا او اكثر تخطت نسبه الارتفاعات عليها ال 200%. والملفت انه هذه الشركات من قطاعات مختلفه، منا من ضمن قطاع واحد، فبيعطينا نوع من انه انعكاس لنفسيه المستثمرين، كيف انه هن عم بيحددوا بناء على الشركه مش على القطاع، لانه الارتفاعات اللي عم نشوفها مثلا اكبر شركه هي اتحاد عديم، بس نطلع على قطاع الاتصالات بشكل عام نلاقي ارتفاعه اتحاد عديد مرتفع بأكثر من 230% منذ بداية العام، فقطاع الاتصالات بشكل عام ارتفاعاته من بداية العام 13%. فهون نحن بنجرب انه نميز ليش هيدي الارتفاعات، فبنلحق الاخبار يلي موجوده على هيدي الشركات، ومن هونيك بنبلش نفصل انه هل هذه الارتفاعات مبرره ولا غير مبرره، ولا هي مبنيه فقط على مضاربه من قبل المستثمرين يلي اعتدنا بفتره من الفترات انه نحن نشوفها بقلب الاسواق الماليه. طيب يمكن يعني عندنا مشكلة بالصورة معك ماري، ما قدرنا يعني نستعرض هذه القطاعات، لكن تجدر الإشارة يمكن أبرز هذه القطاعات هي قطاعات السلع الرأسمالية بالدرجة الأولى. هذه أفضل خمسة أسهم أداء في 2023. إذن مشاهدينا يمكن أترك لك المجال تعلقي عليها، بس لأنه صورتك اختفت فقدناها ماري. يعني عندنا هذه أفضل خمس أسهم أداء في 2023، نتحدث عن سهم اتحاد عذيب، المستشفى السعودي الألماني، الصناعات الكهربائية العربية للأنابيب، نادك. يعني بالفعل كما كنت تقولين أنه هذه الأسهم تقع ضمن يعني قطاعات مختلفة، وبالتالي هل نتوقع يعني هذا الأداء نفسه ضمن قطاعات مختلفة ماري في العام المقبل بناء على أداء هذه الشركات، التوقعات المستقبلية للشركات، خصوصا أنه احنا تابعنا إلى حد كبير أداء إيجابي لهذه الشركات؟ محمد أداء الشركات هيدي كانت إذا بدنا نتبع نحن تاريخيا حنلاقي إن كان في محركات لحتى صارت هذه الارتفاعات، يعني في أخبار جوهرية صدرت من قبل شركات اتحاد عديب مثلا، في عنا شركة نادك، كلها أعلنت عن أخبار من قبل إدارة الشركات أثرت على نفسية المستثمرين وأثرت على أحجام التداول حتى والارتفاعات اللي عم نشوفها، فهيدي مش بالضرورة أن تكون نفس الأداء حنشوفه نحن بال 2024، ولكن إذا بنفصلهم أنا وياك إذا بدك كل يوم بيوم أو إنه
بالايام اللي جايه الوتيره اللي كانت عم بتصير فيها هذه الارتفاعات، وليش كانت عم بتصير هذه الارتفاعات بهذه الفترات. يعني نحن ما بدنا نقلل من قيمه هذه صحيح الارتفاعات، بس بدنا نكون واضحين صحيح. ليش عم بتصير، لانه منا عبثيه القصه. يعني الواحد طيب حلو يفهم ليش هذه الارتفاعات عم بتكون موجوده، لانه عم بتاثر على المؤشر ونفسيه المستثمر بشكل عام. طيب لو سمحتم لو نستعرض أبرز القطاعات، بما أنه تكلمنا على القطاعات، أبرز القطاعات كانت تتصدرها قطاع السلع الرأسمالية، هذه أفضل 5 قطاعات أداء في 2023 مشاهدينا في السوق السعودي، يتصدرها قطاع السلع الرأسمالية، قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، قطاع التأمين، قطاع الأدوية، قطاع الخدمات التجارية والمهنية. كما كانت تشير الزميلة ماري، يعني أنه أكثر من هذه الارتفاعات، يمكن هذه القطاعات تحديد كنا نشهد فيها ارتفاعات لافتة، يمكن يعني نتحدث أكثر من 100% كما كانت تذكر ماري. ماري، يعني هل لدينا صورة عن قطاعات سيكون لها فرص واعدة في 2024؟ مؤخرا صرنا عم نرجع نشوف الزخم على القطاع المصرفي واللي هو قطاع حيوي بالسوق السعودي، يعني ما فينا نغض النظر عنه. وبسبب الضغوط اللي كان شهده هذا القطاع خلال هذا العام، التوقعات لل 2024 ايجابيه جدا فيما يتعلق بهذا القطاع. ولكن نحن بدنا دائما نركز انه التركيز بمكان واحد منا الشغله السليمه بالنسبه للاستثمارات. يعني المستثمر بده ياخذ بعين الاعتبار كل المعطيات اللي موجوده بقلب الاسواق. يعني في شركات، في قطاعات ممكن نشوفها على تراجع ولكن نلاقيها على ارتفاع كأسهم معينة. خذ مثلا قطاع الطاقة، أسعار النفط على تراجع منذ بداية العام، وقطاع الطاقة السعودي على ارتفاع ب 14%. فهيدي كلها منا، يعني المعطيات العالمية منا هي المحرك الأساسي للأسواق الخليجية، لأنه في الأخبار الجوهرية من قبل الشركات ومن قبل الاقتصاد الكل تبع كل دولة خليجية بتأثر على السوق بشكل عام. هلا هذه الارتفاعات اللي نحن كلها شفناها فوق 100% على الأسهم، نسبة هذه الأسهم بقلب المؤشر يعني ولا واحدة منهم فوق 1%، خلينا نكون أوضح، ولا واحدة منهم فوق 0.5%. فهيدي هي اللي خلت إنه المؤشر تكون ارتفاعاته محدودة. يعني أكبر أول شركة على ارتفاع ب 69% هي أكوا باور، بتشكل 4.5% فقط من المؤشر السعودي. فبدنا ناخذ نحن كل التفصيل تبع هذه الأسهم والمؤشرات القطاعات تنقدر نعرف شو هو المحرك الأساسي اللي كان عم بيسيطر على المؤشر وأداء المؤشر. أشكرك جزيلا ماري سالم، دائما المحلل المالية في الشرق، لوضعنا في صورة هذه الاتجاهات للأسواق الخليجية. اليوم كنا نتحدث عن السوق السعودي بالطبع.